الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والدكتور سمر سيتارامان سيحدثنا اليوم عن التطورات في مجال الخدمات المصرفية المتعلقة بالبنوك بالمراسلة. يعني يبدو أن هنالك الكثير من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالبنوك بالمراسلة، وخاصة فيما يتعلق من استراتيجية التخفيف من المخاطر. نرحب بك سيد دكتور سيتارامان، ولو سمحت أن تطلعنا بداية يعني على أبرز هذه التطورات الخدمات الجديدة في موضوع البنوك المراسلة. كما تعلمين، العلاقة مع البنوك المراسلة علاقة هامة. هناك بنكان أجنبيان هم ينشئون خطوطا وحدودا قصوى وشروطا للدفع وللتسويات، ويمكن إجراء الدفع في بلد أجنبي، أو حتى يمكن حصول علاقات تجارية بين بلدين يصدران ويستوردان. وبالتالي البنوك المراسلة لها دور هام في هذا الأمر، بما في ذلك عمليات المقاصة والتسوية. وبسبب عمليات تغيير الأنظمة في السنتين الماضيتين سواء في أمريكا أو أوروبا، نجد بأن البنوك المراسلة تمر بتطورات وتحولات هامة. عمليات نقل الأموال باتت تخضع للكثير من التدقيق، وشركات الصرافة وعمليات تحويل الأموال تخضع لرقابة كبيرة، وتحديدا بعد عمليات تسريب أوراق بنما. وبالتالي هناك الكثير من العمليات المثيرة للشك التي يجري التدقيق فيها الآن. إذن في جميع أنحاء العالم هناك مجموعة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالبنوك المراسلة. طيب، هل هذه البنوك لها نشاط ملحوظ، وهل يكون دورها مفعل أكثر في حالة كانت يعني تمرر عمليات بين دول لديها عقوبات؟ يعني لاحظناها مع الكثير من الدول التي تفرض عليها عقوبات من جوانب متعددة، هل دورها يصبح كبيرا في الحديث عن الكورسبندنت بانكس؟ بات الوضع أصعب، ويجب أن يكون هناك حذر كبير على البنك أن يعلم مع من يتعامل. يجب أن لا يكون هناك الكثير من البنوك المراسلة، والبنك المراسل يجب أن يكون لديه إجراءات واضحة لمكافحة غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب، ويجب أن تكون خاضعة لتصنيف مناسب، وأن يكون لديها ضوابط دقيقة، ويجب أن تكون هناك أنظمة أمنية بما في ذلك الضوابط المتعلقة بالتداول عبر الإنترنت. وهناك مجموعة جديدة من الإجراءات التي تفرضها جهات ناظمة مختلفة بما في ذلك الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي. إذن هناك الكثير من القيود والمصارف المركزية العالمية، وكذلك البنوك المحلية باتت تخضع لهذه القوانين، وتحديدا قانون الفاتكا الأمريكي وغير ذلك من القوانين. وإذا كانت هناك مشكلة في البنك المراسل، فهذا الأمر سيؤدي إلى الكثير من المشاكل بالنسبة للمصارف المتعاملة معها. ورأينا أيضا دول الخليج تهتم بهذا الأمر في اجتماعاتها المختلفة. دكتور سيتارامان، يعني ذكرت حضرتك موضوع الإرهاب وغسيل الأموال، وربما هذين الموضوعين والملفين هما ما حتما أن يكون هنالك تطور اليوم في الإجراءات البنكية بصفة عامة وموضوع البنوك المراسلة بصفة خاصة. وأنت تتحدث اليوم إلينا من الدوحة من قطر، ما هي الإجراءات المتخذة تحديدا في قطر وتحديدا من قبل المركزية القطرية من أجل مواجهة استحقاقات وملفات صعبة مثل موضوع غسيل الأموال؟ Well, we have very established AML and CFD rules. لدينا قواعد واضحة، وقد وضعت قواعد ناظمة جديدة، وهناك تدقيق للبنوك المراسلة بحسب معايير حوكمة واضحة. وكان لدينا قانون صدر في 2002 وعدل في 2004، وهناك قانون 23. كل هذه إجراءات وقوانين جديدة، ومن خلال القيود الجديدة المفروضة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، القطريون يريدون أن يضمنوا بأن تكون جميع المصارف المحلية ممتثلة لجميع القواعد، مثل ذلك التداول عبر الإنترنت. إذن هناك أنظمة محلية تضعها السلطات الناظمة المحلية هنا،
من أجل مراقبة جميع الأنشطة وضمان أنها متطابقة مع القانون، حيث تقوم جهات منظمة بمراقبة العمليات، ويتعين على المصارف المحلية أن تبلغ عن جميع الاستثناءات التي قد تحصل، وكل بنك يتعين عليه أن يكون لديه قواعد تضمن الامتثال للقواعد المحلية والقواعد العالمية المتعلقة بهذه الإجراءات. وهناك كثير من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي القطري ليتماشى مع هذه القواعد والإجراءات الدولية المفروضة. نعم. طيب في حال ما إذا لجأ الفيدرالي الأمريكي لرفع مستويات الفائدة دكتور سيترمان، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتبعها أيضا المصارف خليجيا، باعتبار أنه ارتباط أغلبها واضح بعملة يعني كدول مرتبط بالدولار؟ هل سنرى تلاحق سريع في عملية عملية الرفع أم ستأخذ بعض الوقت؟ ستكون هناك تبعات، هذا الأمر سيؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية، وسيكون هناك ضغوط إضافية على السيولة بالتأكيد، ويجب أن تكون هناك عملية إعادة تسعير للقروض المتعلقة ب أو القروض المقدمة، ويجب أن يكون هناك تطابق بين أسعار الإقراض والاقتراض. ورفع الفائدة في أمريكا برأيي لا زال مبكر الحديث عنه، لأنه إذا رفعت فائدة الآن فهذا الأمر سيضغط على السيولة وسيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض. نعم، شكرا لك دكتور هافان سيترمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كنت معنا أيضا من الدوحة، شكرا جزيلا لك.